لما بيلاقي الدينار الكويتي ب 100 جنيه؟ ليه وازاي؟ ده اللي هجاوبك عليه النهارده ان شاء الله. الدينار الكويتي ب 100 جنيه اغلى عمله في العالم واغلى من الدولار واليورو. عملنا المستحيل علشان نوصل لكده، ومصر ما عندهاش القدرة تعمل زينا. ده جزء بسيط من اللي قاله بلوجر كويتي عن الفرق بين الجنيه المصري والدينار الكويتي، ايه اللي عملوه الكويتيين علشان يوصلوا كده، وليه مصر ما تقدرش تعمل زيهم. كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ليه وازاي الدينار الكويتي اعلى من قيمة الجنيه المصري ب100 مرة؟ ده كان عنوان فيديو نشره بلوجر كويتي مشهور بيحاول يوضح الفرق بين الدولة المصرية والكويت الشقيقة. بيحاول يشرح للشباب الراغبين في السفر للكويت وضع البلد علشان يحافظوا عليه. قال إنهم شغالين من فترة على خطة كبيرة وصلتهم لكده. أول حاجة لازم تعرفها إن الدينار الكويتي ظهر للنور سنة 1960 وكان بديل للروبية الخليجية اللي في الوقت ده كانت تساوي قيمة الروبية الهندية. ده على كلام البلوجر الخليجي. وبالمناسبة الدينار الكويتي بيساوي النهاردة 244 روبية هندية. فرق كبير يعني وصلوا الدينار الكويتي عن زمان. الدينار الكويتي حاليا بيساوي 3 يورو، ولو قارنته بالدولار الامريكي فبيساوي 3 دولار و20 سنت، وده طبعا فرق كبير. بس اتضح ان ليه اسباب زي ما ذكرها البلوجر الكويتي. اتضح ان البنك المركزي الكويتي عمل سنة 2007 نظام يقال عليه انه السعر الصرفي ثابت، ودخل الدينار لا يتأثر بعمليات العرض والطلب عليه، والجماعة بتوع الاقتصاد بيفهموا اكثر الكلام ده. كان النظام احد اسباب القفزات الكويتية الفترة اللي فاتت، بالإضافة إن تثبيت سعر صرف الدينار زود أرباح الكويت وخلى لعملتها قيمة كبيرة جدا، خصوصا إن نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد الكويتي مرتبط بتصدير البترول، والبترول بيتباع بالدولار، ففي دولارات كبيرة قوي داخل البلد، وده عكس مصر طبعا. البلد ما فيش فيها بترول كتير زي الكويت، هناك في بترول كتير قوي يقدروا يصدروا منه زي ما يحبوا، في كفي للتصدير لسنوات طويلة. اما السبب التاني في ارتفاع قيمة الدينار الكويتي عن الجنيه المصري ان الكويت عندها احتياطي من النقد الاجنبي وصل في 2016 ل 500 مليار دولار، وده احتياطي ضخم مش كتير عندهم زيه. كل اللي فات ده يضاف عليه حاجة مهمة جدا، وهي ان الكويت عندها رابع اكبر صندوق سيادي في العالم، يعني فلوس كتير ومشاريع كتير تحت ايد الكويت تصرف منها وقت الحاجة، ده لو احتاجت اصلا. اجمالي الاصول اللي في الصندوق وصلت ل 522 مليار دولار، ده في سنة 2018، ودلوقتي زمانه زاد كتير عن كده. الى جنب كل الامكانيات اللي فيها الكويت دي، فهي دولة مصدرة أكبر منها مستوردة، يعني بتصدر كتير وتستورد أقل خالص عما بتصدر، وده خلى الكويت قوية كفاية وملوش لازمة تخفض عملتها علشان تدعم الصادرات الغير نفطية. كل المعلومات اللي فاتت دي ذكرها البلوجر الكويتي الشهير إبراهيم. وفي النهاية أنتم إيه رأيكم في كلامه؟ هل كل المواد اللي قالها دي كفاية علشان يبقى اقتصاد الكويت من أكبر اقتصاديات العالم ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.